رجل دكة البدلاء غير معترف فيها، والكلام ترى قيل مش من اليوم، من فترة طويلة، رجل ثقتي في بعض اللاعبين ثقة عمياء على رأسهم سانتي مينا اللي من المستحيل أن يسجل، سمعتها منك. السؤال الأهم، لماذا الشباب خلال 3 مواسم يبدأ بداية خيالية مع بداية الدور الثاني يكون فيه هبوط؟ يمكن التدوير شيء مهم. كل المدربين اللي مروا 3 ما عملوا التدوير؟ ما أعتقد. نوعية اللاعبين البدلة، نوعية اللاعبين البدلة لما تصير عندك غيابات ما يصير عندك نوعية لاعبين. يعني 3 مواسم الشباب كانوا ينافس ومن ثم هبوط. بداية الموسم يكون على مستوى ثم ينزل. أنا أعتقد أن العامل البدني، نوعية البدلة، الشيء الثاني تدوير وثقة المدرب في البدلة. سريعا يوسف، لماذا وانت متابع للشباب ومتابع للدوري السعودي؟ أكيد هو شوف، غياب الدكة معناه غياب الجودة في الدكة، وزاد غياب الفرصة اللي تحس المدربين اللي جاوا للشباب يبدأوا بداية جيدة مع الفريق فيقعدوا مركزين. كان على المجموعة 12 و13 لاعب، خاطر في البداية المجموعة دي تغلطك، تعطيك في بداية الموسم وتكون مجموعة قوية وتفوز في المباريات، فالمدرب يلقى صعوبات باش يغير ولا ما يحبش يجازف باش يغير. فلما المجموعة هذيك نتاع 13 لاعب هذيك مستواه ينزل، تجي أنت باش تحتاج لعيبة الدكة ما تلقاهمش. صحيح، هذا يعني ينشا على خاطر غياب التدوير. لكن أنا اللوم على على مورينو السنة هذه، اللي هو علاش قلت لك قتل لاعب الدكة، خاطر ثم بعض المراكز كابتن خالد اللي في بعض الوضعيات يلزم ويحتاج يلعب لاعب من الدكة، فكان يغير المراكز. راس حربة كان ينزل صحيح. جوانكا يلعب راس حربة، وهو عنده يمكن راس حربة على الدكة كان يحتاجه في بعض المباريات، كيف مثلا مباراة اليوم لما سانتي مينا كان سيء كان يقدر ينجم. والله ما حيطلع يوسف، يوسف 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 ما حيطلع، اعطيك يمين ما حيطلع. يعني الكلام ترى الرجل يقول لك لا هذا هو الافضل عندي،